مساء الخير، يسعدني ويشرفني النهارده ان انا اتكلم على كابتن اسامه عرابي، كابتني في النادي الاهلي واحد اللاعبين المميزين في خط وسط النادي الاهلي في جيل التسعينات الثمانينات والتسعينات. كان لي الشرف ان انا ازامل كابتن اسامه عرابي فترات كبيره جدا، سواء في البطولات المحليه او البطولات القاريه، والحمد لله حققنا وجود اسامه عرابي بطولات كتير. ان اسامه عرابي من اللاعبين المميزين جدا في مصر من الناحيه السلوكيه ومن الناحيه التكتيكيه، وكان لعيب تكتيكي على اعلى مستوى جيد وصايد اماكن كتير جدا في الملعب. ممكن الجمهور ما يحسش بيه قوي، لكن اسامه كان مفيد جدا لفريق النادي الاهلي، وكنا بنلعب على حس اسامه عرابي وهو موجود معانا. بتمنى له التوفيق كمدرب ان شاء الله، لما حققوش هو لعيب يحققه هو كمدرب، وان شاء الله اسامه يبقى من المدربين المميزين في مصر، لانه يجيد التعامل مع اللاعبين ويجيد التعامل مع زملائه ومع الاخرين، وحاجه مشرفه جدا لمصر ان يبقى اسامه عرابي، ومشرفه ليا انا بالتحديد ان انا اتكلم على زميل ملاعب فترات طويله زمنيه كبيره، لانه اسامه لعب سن كبير جدا وقعد ملاعب فتره كبيره واسرع ملاعب مصريه بمجهوده الفني والمهاري والاخلاقي. بشكرك كابتن اسامه، واتشرفت ان انا بتكلم على احد اعمده النادي الاهلي في جيل الثمانينات والتسعينات. شكرا كابتن اسامه. واحنا بنشكر الكابتن بدر رجب على تواجده معانا من خلال الرساله اللي بعتها لنا علشان كابتن اسامه. وحشنا طبعا كتير. انا بقول هو وحشنا كلنا، وهو مدرب عامل شغل بره في الامارات حاجه بسم الله ما شاء الله، حاجه مشرفه. فنتمنى لك التوفيق، واحنا هنا النادي الاهلي مستنيك في اي وقت، انت ابن من الابناء المخلصين للنادي الاهلي. لينا موقف كده مع بدر رجب. بدر طبعا اولا كان لعيب مميز جدا طبعا، وكان بيمتاز بالتسديد بالكرات البينيه، ولعب معايا فتره طويله واصغر طبعا سنا شويه، لكن لعبت معاه فتره طويله. وبدر من اللعيبه غير ان هو لعيب كويس طبعا، وهو لعيب وهو مدرب دلوقتي عامل نجاحات كبيره جدا في قطاع كبيره كبيره، ومطلع لعيبه كتيره جدا سواء كان في النادي الاهلي او لما سافر الامارات ربنا يوفقه. ومن الناس اللي دمها خفيف جدا. حكينا كده على حاجه بدر، ما حكيت لك انا لسه بتاعت لما بيقول لمحمود صالح على والده الله يرحمه لما قال له. لا حكينا على حاجه تاني، حكينا على حاجه تاني. ليك محطات مع الناس دي كتير. كتير انا كتير. بس هو يمكن افتكر، اهرش كده وافتكر. بدر كان يحب يسمع الشيخ كشك كتير قوي. الله يرحمه طبعا، من الله يرحمه من الناس الشيوخ التقال في مصر يعني، كان ليه الموردين بتوعه. فبدر كان يقعد يجيب شرايطه انت عارف، يقعد يقلده وانت عارف صوت الشيخ كشك جهوري كده. ففي مرة بدر قاعد يسمع الشيخ كشك والكلام ده، فكان اعتقد المدرب برضو مش عارف ألان هاريس ولا حد تاني، فكان هيحط التشكيل كده. فبدر راح لقى نفسه بره الماتش، لقى بره نفسه بره الماتش، المدرب قال له انت يعني بره الماتش، مش عارف كابتن أنور سلامة ولا كابتن. فهو رجع بقى وشك حلو يا كشك، وشك حلو يا الله يرحمه. طبعا الشيخ كشك الله يرحمه كان الشيخ يعني كشك لو كان عارف كده كان قطعه، من الشيوخ اللي اثروا كتير جدا في الناحيه الدينيه في مصر يعني.